بقاله سنتين بيحاول ان هو ما يتكلمش في كل اللي بيتقال على فيسبوك، بيحاول ان هو يبعد عن الكلام الرخيص والكلام اللي بيحرق الدم والكلام اللي ملوش اي 60 طلب على فيسبوك، بس في وقت بتلاقي ان انت مضطر ان انت تتكلم فيه. ليه؟ لان لما تلاقي كل النغمه التصاعديه على مباراه الاهلي والمقاولين العرب ان هي تفويت من كابتن عماد النحاس اكتر ما هي غلطات فرديه من لعيبه من كتر الضغط الهجومي فمش قادرين يتحملوا، لا يبقى وقتها احنا محتاجين نتكلم بالراحه ونتكلم بكل منطق. المقاولين العرب غلط مين السنه دي علشان خاطر يجي يكسبنا؟ بعيد عن ان انا بقدم اداء كويس في دوري ابطال افريقيا وكده كده الاهلي هو المرشح الاول للدوري المصري، مؤجلات مش مؤجلات بقدم مستوى سيء، ما عنديش طريقه لعب، عندي مشاكل كتير، بس انا افضل فريق في الدوري المصري. ففكره ان المقاولين العرب جاي يسيب لي مباراه، لا انا مش محتاج الكلام ده، انا كده كده هنزل الملعب وهكسب المقاولين العرب، وبدور على ان انا اكسب المقاولين واحد واثنين وثلاثه، مش انا اللي محتاج المقاولين يسيب لي مباراه. فلما تيجي تتكلم طول المباراه حوالين ان كابتن عماد النحاس اهو هيفتح الدفاع اهو اهو هيعمل، طب انت تابعت المقاولين العرب السنه دي؟ انت عارف اساسا المقاولين العرب السنه دي نتائجه عامله ازاي؟ طب عارف المقاولين مركزه مركز ال 14 وان هو بينافس تحت في الهبوط؟ فانت بتتكلم في ايه؟ ولا هي فكره ان والله في شخص معين عايزين نحط عليه ترند لان الراجل ده شتمناه ما ردش علينا، فلا احنا دلوقتي نشكك في ضميره ونشكك في نزاهته وان هو جاي النهارده يتغلب. لعلمك مفيش حد بيلعب اي رياضه في الدنيا علشان خاطر يخسر، ولو انت جربت الكلام ده ولعبت رياضه عشان تخسر فانت اللي محتاج تتعالج نفسيا، وانت اللي محتاج ان انت تروح فعلا عند دكتور نفسي وتقول له انا شخص مختلف وانا شخص بحس ان انا مريض نفسي ومحتاج اتعالج. انما انك تقعد تقول لنا ده بيفوت وده بيفوت وده بيفوت، مع احترامي ما عندناش طارق يحيى. يعني معلش يعني احنا ما بنطلعش مدربين زي كابتن طارق يحيى، في اوقات بيبقى الزمالك محتاج 3 نقط فاسف كابتن طارق يحيى، على قد ما بيكون قادر ان هو المباراه دي ما تضرش فريقه، فالراجل ما بيكونش عنده اي مانع ان هو يخسر مباراه طوعيه. فلما تيجي تقول نفس الكلام حوالين كابتن عماد النحاس، لا الموضوع مختلف. ليه الموضوع مختلف؟ لانك لو دورت النهارده هتلاقي ان عماد النحاس لعب اكتر مباراه اهلي موسيماني يكرهها، وهي انك تحط 10 لعيبه قدام الجول. اهلي موسيماني وقتها بيبان ان في مشكله في الاطراف، اطراف ما بيعدوش واحد على واحد، في مشكله في نص الملعب، نص الملعب بطيء مش بيلعب كره سريعه، في مشكله في صانع الالعاب بتاعك ما بينزلش تحت كتير علشان خاطر يستلم في ظل الزحمه الكتير اللي بيكون موجوده في نص الملعب. فكابتن عماد النحاس لعب جيم مثالي ليه كمدير فني الفريق بيعاني من الهبوط زي المقاولين العرب. فلما تقول لي ان الراجل نزل علشان يفوت، ده معناه ان انت مغيب وبعيد تماما على كره الاهلي اللي بيقدمها. فانت بتتكلم في حاجه غريبه. كابتن عماد النحاس لو كان بيلعب جيم مفتوح كنت اقول لك ممكن اكون متفق معاك بنسبه 5%، انما كابتن عماد نزل يعمل زون ديفنس، كابتن عماد نزل يعمل هجمات مرتده. عماد النحاس دور على النقطه، دور على ان هو يتعادل، دور كمان حوالين ان هو والاهلي بيهاجم كده محتاج العب مرتدات، اعتمد على لويس فرناندو سابستروزا، ده لعيب سريع جدا ولعيب يقدر يخطف لي واحده مرتده. الاهلي كان قادر ان هو يمسك الكره الشوط الاول بدون خطوره علشان خاطر زي ما قلت لك المقاولين كان ممل. الشوط الثاني موسيماني قرر ان هو يتدخل وما ضيعش حق موسيماني في المباراه دي، لان موسيماني للامانه اشتغل كويس المباراه دي وعرف يقراها كويس وعرف يغير كويس. انا محتاج ان انا انزل فيرويد بيلعب بدماغه كويس زي والتر بواليا، فانا انزل والتر واطلع ياسر وارجع حمدي فتحي يلعب تحت ونقلب ال 4 4 2 الغريبه اللي بنلعب بقفشه يمين وحسين الشحات شمال دي، نقلبها ونحاول ان احنا نلعب ب 4 4 1 2 3 4 1 2 3 3 بيكونوا موجودين قدام طاهر محمد طاهر ومحمد شريف والتر بواليا، نلعب عرضيات، نلعب على الاطراف لحسين الشحات ومحمد مجدي قفشه لطرفه اكتر ما هو صنع العاب، علشان خاطر محتاجين نجيب جون، ولما نجيب جون وقتها ربنا يسهل ونرجع نغير موضوع المساك ده. لما لقينا ان الوقت عمال يروح، لا احنا محتاجين نعمل تغيير، يعني محتاجين نطلع صلاح مؤن، نطلع حسين الشحات وننزل صلاح محسن. وصلاح محسن نزل ربنا كان موفقه، لعيبه المقاولين العرب غلطوا في كوره من كتر الضغط الكبير اللي النادي الاهلي كان بيعمله الشوط الثاني، فطبيعي ان هم يغلطوا، ده في الكوكب كله مفيش فرقه بتعرف ده في 90 دقيقه، لازم تلاقي فيه غلطات. بس علشان خاطر معلش انت جاي تركز حوالين كابتن عماد تفويته هيفوت النهارده ولا لا، فمش الكلام ده يبقى صعب عليك معلش يعني، فهتلاقي ان لازم اللعيبه يغلطوا. فحمدي فكره بترد لصلاح محسن بيسجلها، ومعنى ان صلاح محسن بيسجل وكل التغييرات اللي بيعملها كابتن عماد النحاس ان خلاص كابتن عماد مضطر ان هو يفتح. فهو لما بيفتح اللعب ده الحاجه اللي الاهلي بيحبها، الاهلي موسيماني بيحبها، انت تفتح لعب انا هلعب كوره طويله اسجل هدف تاني، وده فعلا اللي حصل. والتر بواليا بيرجع يقطع واحده وبيلعبها طويله لمحمد شريف اللي بيقدر يسجل هدف تاني والمباراه بتخلص. دي مباراه تكتيكيه، موسيماني قدر يحل شفرات دفاع المقاولين العرب. انما تطلع تتكلم حوالين ان كل القصه كلها ان والله جالنا اوردر من بره ان احنا نفتح وان احنا نغلط واتنين يخشوا على بعض في كره هوائيه، لا عزيزي بجد والله مع احترامي ليك ممكن ادور لك على رقم دكتور نفساني كويس علشان خاطر كل الهلاوس اللي بتيجي عندك دي، غير كده ما اقدرش اقول لك اي حاجه.
معلش يعني لو لسه معايا لحد دلوقتي فممكن تعمل لايك للفيديو، اما غير كده سريكي فاعمل سبسكرايب، مش هقول لك اعمل ديسلايك، انا بطلت اقول للناس تعمل ديسلايك لان الناس لا بتعمل ديسلايك ولا لايك ولا سبسكرايب ولا حتى بيدو كومنت، فاعمل انت عايز يا صديقي.